السكاكي صاحب مفتاح العلوم. هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي، ولد في خوارزم سنة 555 هجرية. لقب بالسكاكي نسبة إلى مهنة السكاكة الحدادة التي كانت تحترفها أسرته. تحول من سكاك ماهر إلى عالم بارع بعد أن ذهب من عمره 30 عاما. أبرز شيوخه سديد الدين الخياطي وابن صاعد الحارثي ومحمد بن عبد الكريم التركستاني. كان السكاكي عالما بالدراسات القرآنية والفقهية وأصول علوم اللغة والبلاغة والعروض والاستدلال، فضلا عن المنطق وعلم الكلام، وكان عارفا باللغتين التركية والفارسية. وصفه ياقوت الحموي بقوله: فقيه متكلم متفنن في علوم شتى، وهو أحد أفاضل العصر الذي سارت بذكرهم الركبان. السكاكي معدود من أعيان رجال البلاغة في القرن السابع الهجري، ويلي الإمام الجرجاني في مجال البحث البلاغي الدقيق. غرة مؤلفاته مفتاح العلوم، الذي يمثل صياغة نهائية لعلم البلاغة، ويشمل ثلاثة أقسام رئيسة. القسم الأول تناول فيه علم الصرف وما يتصل به من الاشتقاق بأنواعه، والقسم الثاني تعرض فيه لعلم النحو وموضوعاته، والقسم الثالث خصصه لعلمي المعاني والبيان، وألحق بهما نظرات في الفصاحة والبلاغة ودراسة المحسنات البديعية بنوعيها. وقد اشتهر السكاكي بقراءته الخاصة للبلاغة العربية التي صنفت مباحثها إلى معان وبيان وبديع، فقد أعطى لأصول العلوم التي أفرد لها القسم الثالث من كتابه الصيغة النهائية التي عكف عليها العلماء من بعده يتدارسونها ويشرحونها. ومن كتبه الأخرى كتاب الجمل، وهو شرح لكتاب الجمل لعبد القاهر الجرجاني، والتبيان والطلسم وهو باللغة الفارسية، ورسالة في علم المناظرة. توفي الإمام السكاكي بخوارزم أوزباكستان حالياً سنة 626 هجرية.